بالنسبة للمعجبين بشخصية أحمد شفيق وتاريخه وإنجازه، هل من حقهم أن يطالبوا أحمد شفيق مثلا، أنا لا أروج أيضا، أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ يعني أنا أتخيل أن أنا لم أعد في سن أرى فيه أنه مناسب لي أن أعمل حاجة زي كده ببساطة شديدة، ولا أتخيل. يعني أنا بستعرض الساحة ألاقي أن في ناس كثيرين جدا جدا ممكن يكونوا أكفأ مني في التساوي على هذا.